الدعوة إلى التبليغ، والمجتمع عطشان للدعوة. المجتمع بحاجة إلى من يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى يحملها العلماء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، من غير عنف، من غير شدة. الإنسان يتماشى مع الناس ويتفاهم معهم بأسلوب جميل يقبل بها الدعوة، الدعوة الإسلامية دعوة حسنة وجميلة. فعلى الداعية أن يقدمها بصورة جميلة يقبلها الناس منه ويتبعوه في هذه الدعوة المباركة. أرجو الله أن يوفق الجميع لتبليغ دعوته وأداء رسالته، إن ربنا جواد كريم. ذلك العلامة الرباني.